محبي سلسلة المتحولون في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم بحلقة جديدة من حلقة المتحولون. وصلنا على الشابتر الرابع. طبعا أنا بحب أقول بشكل معلش، أعطوني دقيقة واحدة لأشرح لكم عن الموضوع، إنه هالسلسلة أنا حسيتها مظلومة بعض الشيء، حسيت إنه لازم أحاول أعطيها فرصة بسيطة. مثل ما لاحظتوا ما إجانا كتير لايكس على هالسلسلة، مشان هيك أنا لازم أوقفها، لازم ما أكملها. بس رغم هالشي ححاول وأعطيها فرصة أخيرة، أعمل حلقة تانية هلأ، بركي ممكن يجيها لايكس اكثر، واذا اجاها لايكس اكثر بحاول ارضي هالمجموعه اللايك القليله اللي اجت وكمل لهم السلسله. بس اذا ما اجت لايكس هي يعني حتكون نهايه السلسله الى اخره. وصلنا للشابتر الرابع ومنبلش ومنلعب بالبطل بشكل سريع، نفسه نفس السكواد او نفس المجموعه، ونحن عم نلعب بالشرير نيجاتمان بطل الاشرار. سيتا برايم از كونكرد. But the device Megatron believed to be the Omega Key simply activated the key. الزيتا برايم اللي هن جماعة الخير صار عندهم علم بالموضوع، بس ميجاترون صار بيعرف كيف يستعمل الكي تبع اللي جبناه بالحلقة الماضية، وهذا الشيء هو اللي عم يطمح عليه ليسيطر يعني على قوة عظمى. هو هلا مستعمل الجهاز ميجاترون ليروح يجيب طاقة الظلام، خلينا نقول اللي هو بيجيبها عن طريق الأوميجا كي. بتواجهوا بعض الطائرات وبيأمر انه يضل ماشيين ما نوقف. الطيارة التفت واختفت، ما بنعرف عنها شيء. هي الطيارة شكلها عم بيسأل أحد الجنود إنه هل تعرف الطيارة عن الأوميجا كي؟ عم بيقول أوميجا سوبريم إنمي ستاتس. هذا الرجل الآلي هو الأوميجا كي، بقلبه يعني الأوميجا كي شكله. If Omega Supreme is the key, then I shall force him to open the planet's core. معناتها نحن هلا عم بيقول ميجاترون انه اذا كان الكي هو هذا الرجل الآلي الضخم، نحن لازم نجبره على انه يشغلنا ستار سكريم. عم بيعطينا اخباره وهو عم بيهاجم من غير ارمي. Meet us at the bridge. ومنتحول للشيب الدبابة ومنطلق، ومنقول له لستار سكرين اللي هو الطيارة اللي لعبنا فيه بالحلقة الثانية، بنقول له انه بنلاقيك عند منطقة ثانية. بنطلق بأقصى سرعة على المنطقة. اجا اوميجا سكرين ودمر طيارتنا كلها. ما كان عنده اي شيء احمر، وعم بيجذب العالم لعنده. رجل قوي كثير. الجنود عم تقول ميجاترون ما في عنده اي حمرة ضعف عم شوفها ابدا. لازم نهرب، عم بيقول ما فينا نقاتله. انطلق لورا بشكل سريع. لازم ندمر عواميد البرج، عفوا الجسر، بهالطريقة بيقع الجسر يمكن يتوجع او يتضايق الرجل الآلي. عم حاول ندمر العواميد. هاي اول جهة خالصة، وهي ثاني جهة بعتقد خلصت. هيك شو كبير وشو قوي، يا الله هذا ممكن يدمرنا بسهولة. هلا هو وقع شوي على الأرض، هي مثل طافي على الخلف، وقع لتحته مات. تعالوا نتأكد. We can salvage the wreckage for what we need. عم بيقول انه هو اذا مات بيروح الاوميجا كي. او ليكو ما مات، تحول لطيارة. بدنا نهرب، هي الخطة تبعنا، بس نهرب لداخل هذا المبنى. أنا عم استعمل فور من المركبة الدبابة لانطلق بأقصى سرعة. وصلت الباب مقفول. استعمل الطاقة السوداء تبعنا لنفتح الباب ونحاول نهرب بجوا بشكل سريع. فعلا فتحنا الباب ودخلنا. طيارة رهيبة، ليك 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 ليك، هذا الشعاع بيدمرنا بثانية. لازم ما نوقف نضل هربانين. وين بدنا نروح؟ بيقول كيف بدنا نقاتل هذا الوحش.
We'll lure a Mega Supreme up there and use the Autobot guns against him. هنقول إن إحنا نحاول نستعمل الطاقة ضده الموجودة فوق على عرفنا هي يعني. ها معروف هو وين؟ نحن محصورين داخل المبنى ما فينا نسوي شيء. بلش الرش. هم شوية أعداء. استعمل هذا السلاح اللي هلا لقيته. هذا خالص هذا القوي. تذكروا في حلقات ثانية. جهاز هذا سلاح ربي يفضل يعني في 3 طلقات. هو عبارة عن قنابل يعني تقريبا. قنابل ترمية. هلا بنرجع لسلاحنا الأصلي. ناخذ زاوية. قتلنا هذا في هذا الكبير هذا قوي جدا. وضربنا ضربة كهربائية اللي خلتنا نترجرج. راح نحاول ناخذ زاوية. انا عم بضربه كل ضرباتي القوية. وقع كسر له راسه وكسرت له راسه واخذت له اخيرا او لا خليني اخذ له سلاحه. هذا قوي سلاح كبير ما فيك نلحم له غير مرة واحدة. طاقته كثير قليلة كثير قوي قوي هذا الواحد بس عم بستعمل عليه هذا الرشاش باقصى طاقة مثل ما عم تشوفوا رغم كل هالضغط ما عم بيموت بس ماتوا اخيرا بقتيت نزل طاقة احنا بحاجتها الطاقة كثير شفتوا قديش قوي هذا الرشاش اللي اخذناه السلاح ما فينا نتحول لمركبة معه ستار سكريم هذا الصديق للطائرة عم بيقلنا ستار سكريم عم بيقول انه هو بده يصير قائدنا يعني بده ينقلب علينا مع انه هو بيشتغل عنا نحن هلا عم نأمره انه يهجم الطيارات تبعه وهو سكر الخط بوشنا مثل ما بيقولوا يعني هلا نحن صفينا لحالنا تماما بس هالفرقة للثلاثة أسند طيب هلا نفتح نتقدم هاي الطائرة الكبيرة أنا ما فيني أتحول لمركبة إذا حامل هذا السلاح الضخم لازم نضل عم نركض ما نوقف لأنه لازم نوصل لهذيك المنطقة أنا معي هذا السلاح القوي مشان هيك ما عم بتحول لأي مركبة تانية السلاح هذا ما فينا نعبيه طلق على ما أعتقد بس وما في تعمله ريلود بس هو فيها الطلق وخلص هون في هي هذا الجهاز نضغط عليه مشان يفتح لنا باب وسيف السلام الحماس والصعوبة بلشت تزيد باللعبة تعالوا ندمر هاد هدمر هدول الأعضاء هدول مشان نخلي الأسانسير يشتغل أو جهاز المصعد ومنحكي مع ستار سكريم مرة تانية منحاول بركي بيرد علينا هذا اللي انقلب علينا وهي الطيارة طالعة وين عم نطلع شوفوا شوفوا المنظر والله اللعبة متعوب عليها جدا جدا من صور الحركة هذا هو الوحش الكبير يا الله شوف 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 عم بيحاول يفوت ويدمر لنا المصعد ويوقعنا ما فينا نساوي شيء لحنا بس نوصل لفوق ورفيقنا عم بيقول انه هو شكله كتير معصب العصبية قوية عم يضرب شعاعه الليزري علينا بشكل قوي كتير على المصعد ليكم انتم شايفين حاول نهرب بس وين complete termination هلا هو جاهز ليدمرنا شو هاد لا بده يدمرنا اوه وين المصعد فينا شو عم بيصير ما في اي شيء تمسك فيه اي شيء نكبس عليه عم دمر هدول الاجهزه مشان ضل ضلنا نزلين لتحت ما نوقف لأنه هو لاحقنا وقعنا على الأرض وشايفين هلأ خطتنا أنه نهرب من الإليفيتر قبل ما ننفجر من هون هربنا بعتقد يلا هربنا هلأ كيف بدنا نروح هيك ليكو العدو هون ما فينا نقتله ما عنا شيء عدو قوي جدا أضطر ودع هذا السلاح اللي معي انه بدي يطير بطريقة يعني طريقة القفز بالمرتين والنط يصير بداك السلاح ما
وانا هلا لاحق فئاتي عم بيضرب علينا عم بيقصفنا عم بيدمر الارض تحتي هلا. وعدو هون عم هلا بضربوا على الطاير. يا سلام هيد شوت. واحد ثاني من خرطش بيضربوا كمان هيد شوت. باي ذا واي حلوه اثنين هيد شوت على السريع. يعني كريتيكال طريق سريع وننطلق بسرعه. فجر الباب. في كمان اشعاع من هونيك. هذا الاشعاع صاير مثل المغناطيس سحب واحد من الاعداء. قوي كثير هذا الوحش. ما بعرف كيف نقاتله بعدين. هو بيحاول يسحبنا هلا. هلا هو بيحاول يسحبنا بقى. الهدف يمكن نحاول انه نطلق على مركز السحب. ضربت عليه مثل ما شفته بدون اي مؤشرات. وبهالطريقه قدرت تدمر له ايده. كانت عم تسحبنا كالمغناطيس. انزل لتحت. هون انطلق من هون نحتاج له. نتحول لمركبة ننطلق بشكل سريع. السرعة مهمة باللعبة. في أعداء هون. هدول عم يقولوا إنه هدول الرجال الآليين كمان مبرمجين معه لهذاك الرجل الكبير. عشان هيك كلياتهم أعدائنا فعلياً. أخذ طلق. نفتح الباب. نفتح الريلود. هلا نقاتل على الأكبر. هذا شو سلاح؟ هي هذا الشيش ظريف. خلينا نستعمله. برشه بشكل سريع. هي قتلنا واحد ثاني. خرطش سريع قوي كثير. شوفوا حجمه ما عم بيتأثر ابدا. يعني عم بصيبه كثير. قوي جدا. خرطش بشكل سريع. اخر 30 طلقه بسلاح. خلص السلاح فاضي. نرجع للسلاح. السلاح ما عم يستعمل. هلا فهمتوا. هذا سلاح ترمي القنبله باليسار بالزر اليساري واتوصل على العدو بالزر اليمين بفجرها. جربها هلا مره ثانيه. نضرب هيك. يا سلام. بس ما بيموت. بحاول ما بتوصل هالمسافة. ضربنا بهالعلو هاد. هيك. طيب نرجع لسلاحنا القوي. مات فعلا. صبنا بهالقنبلة الموجودة. طيارات جاية. حاول اسقطها كلها بشكل سريع. وريلود. الريلود باللعبة كثير مهم. عم بيتحركوا بسرعة هدول. صعب صابتهم. وقعنا الطيارة. يعني هون في واحد. حاول نصيبه. في طيارة كمان هون. بعد طلقاتها وقعت الطيارة. كمان في رش. كتار كثير ولا أعدائنا. Excellent work, Soundwave. Now unlock the exit door. بشكل سريع على باب الخروج. نزيد السرعة تبعنا. نروح لهون. وهذا السلاح الكبير اللي بنحبه ليكو هون. هذا من الرجل القوي كثير اخذناه. ليكو شايفين شو بيعمل. وفينا بيفتح الباب. مزيد من الاعداء جاي. رشهم. اقوى سلاح باللعبة حاليا. هذا اللي معه درع. قتلنا بقيان هاد القوي كثير. شوف الدرع اللي حامله. دمرنا القنبلة اللي جنبه. هون في واحد كمان. لا كثير. حاول ضربه بلا زوم. استعمل سلاحي. حاول اقطع له راسه من ورا. بعتقد انه تدمر. تدمرنا. حلو. بيان واحد تاني بعتقد. هذا قوي كثير كمان. كمان واحد مع الدراع كثير هيك. بس دمر هذا خالص.
ناخذ الطلق. طلق اللي هون ما في صحه عشان نعبي صحتنا على الاخير. ما في صحه. تابع التقدم من هالزاويه هي. يلا 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 يلا. خايف جدا من هالمعركه اللي بدها تصير مع هذا الوحش الضخم. ما اعرف كيف نقتله اذا قتلناه. هون في نستعمل الطاقة السوداء مرة ثانية لنفتح هذا الباب. نشحن الطاقة السوداء. جهاز الدفاع عم يعني بيحاول يوقفنا اللي هو هدول الشجار. نشمرهم بشكل سريع. نعمل ريلود ونتقدم. ليكو رجع هذا الوحش الضخم. تحول لسيارة أو لدبابة ومنطلق بسرعة التوربو إلى لعبة نيد فور سبيد ومنطلق. ونقفز بدون توقف ابدا. شوف الاصابة اللي اكلناها قديش قوية. حاجة اسعافية يعني. كثير بتروح طاقة هدول الطابات. حاول اهرب من هالزاوية هي. اكلت وحدة هيد شوت ومتت. اكيد نرجع من هالمنطقة من اولها بس من عند الشاشات. يعني فعلا هاي الطابة بتروح طاقة كثير كبيرة. ونحن مشكلتنا ما كان معنا طاقة كاملة. خلينا هلا ندير بالنا أكثر. ننطر هذا الشيش. فعلا لازم ندير بالنا. نحن ما بنلعب على الصعوبة السهلة. بنلعب على الصعوبة الوسط يعني للي بيعرف باللعبة أساسا. بعدها فينا نفوت من هالنفق هذا. ما فينا مره نروح على اليمين وننزل لتحت. تزيد السرعه وكتار كثير. حاول نخففها شوي بالطلق بس صعب. عم ينزل المزيد. انطلق بالتوربو هلا بالنص. يلا 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 ونقفز من هون. حاول الرجل الالي نساعد رفقاتنا اللي عم يقاتلوا. اسقطناهم ضربتين. ممتاز. ومنيحه في طاقه جوا. ورفينا عم بيقول انه شفتوا انا شلون كنت عم بلعب ونيك ورا. شفتوا الفن. قال له برافو عليك انت والفن. والرجل الالي بيقول لنا الجهاز يعني بيقول لنا انه لازم نفوت على قناصة. واخيرا اجى هلا. ما تقولوا لي بدنا نقاتله هلا. اجى هذا الرجل الالي بعث لنا رجال اليه بتشبهه بس على حجم صغير. وهذا هو نحن ميجاترون. هي بنحاول نحكي مع ستار سكرين. ايه ستار سكرين بيسمعنا ومستغرب انه نحن عايشين. بنقول له تعال ساعدنا وقاتل من الجو لانه بتعرف ستار سكرين والاته هن طيارات. ستار سكرين بيضرب صواريخ على الرجل الالي الكبير ليلفت انتباهه. وفعلا بيلفت انتباهه وبيلحقه. وبهالطريقه صار فينا نقاتل الرجال اللي تحت. نحن ما معنا قناصه. معنا المدفع اللي هذا المدفع اللي فيه. استعملوا كثير طاقه قليله. هذا مين؟ حاول ناخذ شيء بيعطي طاقة. هذا الجهاز خربان. مثل هدول الشغلات. في كثير شغلات. حاول رش بشكل سريع. مدافع كثير في الأفق. حاول قد ما فيني خففهم. عمل رفير. هونيك في رجل واحد آلي قتلناه منيح رشاش. حاول ناخذ زاوية. هون في واحد ما عاد في طلق بهذا السلاح. نرجع لهي القناصية. دمرنا بطلقة واحدة. والله لعبة صعبة جدا بهالمنطقة هي. ما لها سهلة نهائيا. نعيدها من عند المنطقة هي. طبعا معلش نحن عم نعيد بهالطريقة. إذا واحد عم بيلعب اللعبة بيقدر يتعلم من أخطائنا. Do not test me breakdown. ونرجع معي هالمقطع نفسه الأخير اللي هو الصراع من فوق. بنعمل له اسكيب بس ما بنعيد القصة.
نحاول نصيب هدول الاشياء الحمراء لانه هن اللي بيعملوا دمج كثير، هن مدافع. هاي روحنا واحد، هاي روحنا الثاني. اه في رجل الي جاي لعنا، نحاول نقتله. نصيب كثير ببراعه يعني، اصابته فظيعه وبنضربه. قتلناه منيح، واحد منيح. دمر هدول الريبير سنتريز الابراج. مين عم يقتلني بس بهالقوة هي؟ رجع اخذ هذا السلاح قوي، اخذته. هلا صار لازم ننزل بقى نقاتل من تحت. انا بعتقد هذا شو؟ هي قناصة مضبوطة؟ هي قناصة مضبوطة واخيرا هاي بالهيد شوت بتقتل فورا. بتذكر هاي واحد، ثلاثة، قتلته. جود، قاعد قال لي انه ضربتك ممتازة. هذا لسه ليك ضربه. هذا اللي قتلنا قبل شوي بضربة واحدة. ما زلت الاعداء بس بالبعيد اصفي عن غير هذا. شو نقطة الضعف يا ترى؟ اطلع لفوق مرة تانية. اه في هونيك لسه جنود، خلينا نخلص عليه هون. هي واحد، حاول تضربه ضربات على راسه. طلع الهيد شوت المفروض لإله يعني، بس عم حاول. في هونيك جندي، هاي هيد شوت، هاي هيد شوت. خلص السلاح فضي، نعمل ضربات سريعة من هالجهة. ما عاد معنا كمان هالسلاح الفضي، بس بعتقد انا فيني في عندي سلاح هونيك حانطلق اجيبه، حاطه ورا جنب الحيط. هيك هون حاول ندشه بشكل سريع. فعلا دمرناه، ما عاد عنده شيء. طيب فينا ننزل لتحت، حتى هو بيعطي درع. ليكو هون اخذناه. في اي منطقة فيها بعض الطلق بحاجة ذخيرة؟ هون في طاقة منيحة، اخذناها. سامع بعض الرش. مات فورا. ومن الباب بيجي بعض الجنود كمان كلهم. هذا سلاح جدا ما فيها نستهين بقوته نهائيا. نكمل التقدم من الزاوية هاي، نوصل للنقطة، ناخذ طلقه اخيرا. بدنا طلق، حنموت على طلق. لازم نمشي بسرعة لأنه هذا السلاح مبطئ من حركتنا، بس هنشوف إذا يعني قدرنا نضل هيك ماشيين بنضل. إذا لقينا الوضع خطر بنتحول للمركبة وننطلق بسرعة التوربو. رفقاتي سبقوني. هون في شيء. هاي صديقي الشكوي. أوميجا فاوند أس أجين. اجا مرة تانية رجل الي. اوميجا، اوميجا يا اوميجا، قوي جدا. بدنا نحاول نلاقي طريق تاني نفوت لجوا. في بعض الصواريخ جاي علينا، مثل انباوند يعني موجه علينا صواريخ. فتنا لجوا، منرش الباب نفتحه عشان ننطلق. اللعبة فيها بعض الألغاز مثل ما لاحظنا على عبر الحلقات، بس ما لها ألغاز جدا معقدة يعني، ألغاز سهلة. هذا مات من هون، مات. في واحد تاني بعيد. طلق بدنا اياه. بعض الجنود في الأفق، بحاول رشهم بشكل سريع وآخذ الطلق. قتلته لهون بسرعة. تيت قتلته والله. وصل
اصدقائي فاتوا على المعركه من تحت، انا حذفت من فوق من الطريقه بعطيهم الافضليه. هذا سلاح شو بيستول؟ لا ما في حدا بيستول. شو اللي عم يضربنا؟ جنود جاي من السماء. تعالوا ناخذ البيستول نجربه شوي. هذا نوع من انواع القناصه يعني. قتلنا قتلنا جنود سريع. سلام. هو عنده درع طبعا. هلا مات. عنده درع بقى ما بيموت اول ضربه بضربتين. انطلق بشكل سريع لهالزاوية هي. رفقاتي بوضعية الاستعداد. انطلق انا لافتح الباب. افتحه واخذ الطاقة اللي هون. والله حماس حماس حماس. وفي مثل مدفعية بقتلها بشكل سريع بيضربوا على عليها رفقاتي ضرباتهم. طلق ناخده وندمر الباب بالمطرقة. نعمل سنايب لهذا بشكل سريع. شو عم يصير؟ في أشعة نووية فاتت على هالباب دمرت كل الجنود اللي معنا واللي ضدنا يعني. اللي كانوا عم نحكي مع بريك داون. لازم نطلع نتحرك يا بريك داون حتى لو في هيك إشعاعات. لازم ننطلق وقت السرعة وما نوقف. وهي انطلاقة سريعة كتير. انطلق لهون نفتح الباب ما ندمر. وفتحناه بآخر ثانية. شفتوا شو صار؟ يعني على ثانية كنا متنا ويطلعونا شوية جنود نضربهم بلا زوم. وهي واحد وهي واحد. وين في كمان؟ وهي واحد. بتفادوا الطلقات بطريقة رهيبة. بس صبناهم هاد صبناه كمان. سيفين كونتنت. وهون في هي القطعة الزيادة مثل الاتشيفمنت. وضعنا تمام. هلا نفتح هذا الباب ونرجع نعمل نفس الفكرة اللي عملناها هونيك. انطلق بسرعة البرق ونفتح باب جديد. يا سلام صعبة والله مسهلة. ناخذ طاقة اللي هون. ناخذ طلق اللي هون. نكبس على هذا الجهاز. نفتح الباب هون أم من هون. ونطلع من هون مرة ثانية. وقف بين الخطين. بس وين الطريق؟ ما شاف الطريق. طيب وبعدين من هون. هل احنا كنا بهالمنطقة ولا لا؟ كنا بهالمنطقة. طيب الطريق من وين صار؟ رفقاتي هونيك. لازم نروح لعند رفقاتي بعدين. حول لمركبة وانطلق بسرعة الصاروخ. هاي رفقاتي هون. ممكن يكون الطريق من هون مثلا. نجرب فعلا من هون طريق ومنهد الباب. وصلنا لهالمنطقة. شو بيصير؟ في قنابل يدوية. يعني الحماس كثير عالي. عم بيقول انه نحن ما بنحب هالشغلة اللي هي شكلها كثير هادية. ممكن يصير اي شيء ورا هالباب. يمكن يصير كثير شغلات. ومجموعة من الاعداء المخفية ما بيبينوا. هدول الأعداء من أقوى الأنواع باللعبة. عندهم ميزة الاختفاء. نحاول نركز كثير نشوفهم. ليكو شفتوه مثلا هذا صعب جدا. طيب نوقف هون هيك ونقول لأعزائنا المشاهدين اللي وعدناهم إنه نعمل المقاطع 30 دقيقة
ونقول لهم انه هالسلسله حرام مظلومه كتير قويه، بس مثل ما شفتوا يعني وصعبه ما لها سهله. فعلا انا جازفت انه حطيتها على الصعوبه هي، ما كان لازم احطها على الصعوبه سهله يمكن. المهم انه مثل ما شفتوا السلسله قويه يعني، وانا عم بحاول ارضيكم للي حابين، اللي بيحبوا المتحولون، لانه في عالم كتير بيحبوا السلسله ان كانت افلام كرتون ولا افلام يعني سلسله قديمه كتير هيك ومسليه فعلا. بقى اذا انتم بتحبوا هالسلسله يا ريت طبعا اذا جداد تعملوا سبسكرايب لايك اكيد وشير، ويعني اذا انتم حابين انه هالسلسله تكمل انا عم بستنى يجيها مجموعه منيحه من اللايكس مشان نكملها. ويعني مثل ما شفتوا هلا زاد معي شويه وقت زياده، مع انه هي ما عليها لايك كان، بس عملت حلقه زياده بركي في امل انه تنجح. وانتم اذا بتحبوها حاولوا على الفيسبوك تعملوا نشر، على تويتر، يعني على كل الطرق اللي بتعرفوها، على امل انه الناس تحبها اكثر ونقدر نكمل هالسلسلة. بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بهالحلقة هاي من سلسلة المتحولون، وبشوفكم بحلقات جاية ان شاء الله. وبتوقع انه الحلقة الجاي حتكون اذا عملناها يعني حتكون نار وشرار، لانه هذا الوحش جدا شكله قوي اوميجا، يعني يعني نحن عم كل هاد وعم نقاتل اجزاء منه، ما بعرف كيف بدنا نقتله بالنهاية. بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله، ومع السلامة.